السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم دائما في قناتكم ام اش كويزين اند فلوجز. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشجعوني شجعوني باللايكات تاعكم ولي كومونتير تاعكم والاشتراك تاعكم، يزيدني حماس. اليوم غادي نحوس بكم شوية دائما من اسطنبول تركيا. هنا هاد بلاصة هنا شابة، من كنا في بايزيد نتمشو وهودنا فيها، يعني منظر شباب بزاف الواحد يريح فيه. ودرت لكم هاد الفلوغ في هاد بلاصة هكا هنا من جيت بايزيد وفينيسيا مول. هاد السنترو كوميرسيال جاي ستيل تاع فينيس، دوك تشوفوا معايا شباب بزاف، سنتر كوميرسيال شباب بزاف وفيه كلش. والطريقة الوصول تاعه تركبوا في الترام رقم 4 من توب كابي لفينيسيا مول. هاد بلازا تاني شابة بزاف، جاية دي ريستوران وحدة حدا وحدة، حتى من اللي يبدا الشارع حتى اللي يكمل، وما شاء الله كاع خادمينهم هكا. منظر شباب بزاف. ومن بعد البنات غادي نديكم كيما قلت لكم فينيسيا مول، هذاك سنترو كوميرسيال في اسطنبول، ونديرو جوله مع بعض في السنترو كوميرسيال هذاك، ونكملوها ان شاء الله في تقسيم، وتشوفوا الاكل والنشاط اللي كاين في تقسيم. ما شاء الله واحد الجو بزاف شباب، فيه الاكل فيه الحلويات التركيه تاعهم، لي غلاس العصير، يعني ما شاء الله. هذا البنات هو السنترو كوميرسيال اللي قلت لكم عليه، في هاد جاي كيما فينيس، في واحد البتي باك وهكا يركبوا فيه ثاني. والجو كيما راكم تشوفوا راها الامطار، وعندهم البنات كيما هكا هادو اللي يبيعوا هكا الدرا هذا، يبيعوا في الطريق يبيعوا الكحك نتاعهم. صراحه بزاف بزاف شباب هذاك الدرا. هذا هو المول، يعني كيما قلت لكم عنده ستيل تاع فينيس، مام في كيفاش خادمين كيفاش بانينا، وفي كامل في مارك في تاعهم تاع الترك، في مكياج، في لي ريستوران ثاني، هادي دي ريستوران شابين. نبدا انا نخليكم تكملوا الفيديو وتشوفوا الجولة كاملة والفلوغ كامل كاع وين ديتكم. وما تنسوش كيما قلت لكم تشجعوني بالاشتراك تاعكم واللايكات تاعكم ولي كومونتير، يزيدوني حماس. نشكركم بزاف بزاف بزاف. نتلاقوا في فيديو جديد، مازال كاين مفاجأة ان شاء الله مازال في تركيا، دائما في اسطنبول. خليكم معايا واستنوا الجديد ان شاء الله. فرجة ممتعة، إلى اللقاء.
هذا هو تقسيم بنات، وهذه هي هذا شارع الاستقلال كما راكم تشوفوا. هذا الشارع مليء بالحركة، في حركة بزاف حتى الليل يعني ما تحبش. والجوامع تاعهم ما شاء الله كاع جايين كيف كيف، يعني روعة. هنا البنات ركبنا في واحد القطار، دايرين واحد التران صغير هكا. هذا الشارع ما فيش سيارات يفوتوا في الطريق ولا، فيه غير الشعب يعني هكا، الناس يتمشوا رايحين جايين، وهكا هادو اللي يبيعوا هكا على الطريق، فيهم الحوانت، فيهم لي ريستورون، فيهم يعني صورة تاع الماكلة تاع الحلويات. هاد بلاصة عجبتني بزاف، سيرتو في الليل، تقسيم في الليل شابة. هنا البنات راني نصور لكم من هذاك القطار، بغينا نجربو نركبو فيه. دوك نصورها لكم من برا تاني تشوفو تقسيم معروفة بهاد التران تاعها. نخليكم تكملوا الفيديو البنات، إلى اللقاء. شكرا عمو، عطينا بزاف 30 درهم.
عادي اسلام اصلا دير لاشين هلا 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 شغلاتها بدون مريحة. فلافل بالسمسم هو فلافل عند فلافل